أقامت الهيئة العامة للكتاب ندوة للكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي على هامش فعاليات معرض الكتاب في دورته 49 ضمن خطة الهيئة لتقديم النماذج المجتمعية المميزة للشباب وكافة عناصر المجتمع. وشهدت الندوة إقبالا كبيرا وبدأ بعرض فيلم تسجيلي عن جانب من حياة الكابتن محمود الخطيب وإنجازاته. وقع مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب ظهر اليوم بمقر النادي بالجزيرة بروتوكولا للتعاون مع جهاز المشروعات للخدمة الوطنية التابع لوزارة الدفاع. وقام بالتوقيع من جانب النادي الأهلي الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس الإدارة ومن جهاز المشروعات للخدمة الوطنية سيادة اللواء طه سيد بدوي مفوض جهاز المشروعات. يأتي توقيع البروتوكول في خطوة جادة من مجلس إدارة الأهلي للتعاون مع جهاز المشروعات الوطنية للقيام بتطوير كافة منشآت النادي في الفروع الثلاثة، هذا فضلا عن الثقة الكبيرة التي يتمتع بها جهاز المشروعات الوطنية الذي يضم كوكبة من الكفاءات وقدرته العالية على الإنجاز في وقت قياسي. ومن المنتظر أن يعلن النادي في فبراير المقبل عن المنشآت التي سيقوم جهاز المشروعات الوطنية بتطويرها. هذا زمير أمير هشام أجرى لقاءين عقب التوقيع مع السيد عمرو فاروق نائب رئيس مجلس إدارة النادي والمهندس سامح كامل مستشار الإدارة الهندسية. نتابع هذا التقرير. خلت مجلس اداره النادي الاهلي عنده الفتره الجايه محتاج اداء سريع جدا، محتاج شغل على شغل افضل. ارتقينا الحقيقه ان احنا نلتقي مع جهاز المشروعات القوات المسلحه، ويمكن كان في جلسه زرناهم الحقيقه في مقر جهاز المشروعات والتقينا الحقيقه مع كل الساده المسؤولين المحترمين وتناقشنا في خطه عمل كامله الحقيقه خلال الفتره القادمه باذن الله على مستوى الفترات الجايه الاربع سنين الجايين ان شاء الله، ويتقسموا عباره عن كل سنه ايه كم من المنشات اللي ممكن تتعمل وازاي يحصل في تعاون كامل معاهم. الحقيقه كلنا اتفقنا على تصور على عدد من المستويات، قدموا عدد من الرسومات الحقيقه المميزه جدا 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 اللي هتسعد الحقيقه اعضاء النادي الاهلي وجماهيره خلال الفتره القادمه ان شاء الله باذن الله، هيعلن عنها خلال شهر 2 باذن الله. وكان النهارده يمكن بدايه العمل ان احنا بنوقع بروتوكول على تطوير في الثلاث افرع اهلي الجزيره واهلي بلديه نصر واهلي الشيخ زايد، وان شاء الله باذن الله كده في مؤتمر خلال شهر 2 هتعلن كافه التفاصيل بالكامل بالتعاقدات بالرسومات الجديده بالمنشات بخطه المدد بتاعتها في التنفيذ بكل التراخيص بتاعتها بكل الاجراءات السليمه والاجراءات الرسميه اللي المفروض في الحقيقه النادي الاهلي يتحرك على اساسها. هيبقى في كمان لقاء خلال الاسبوع القادم الحقيقه مع معالي الوزير المحافظ القاهره الحقيقه لتسهيل مهمه الاجراءات الحقيقه برضه في حضور الحقيقه يعني رجال القوات المسلحه اللي هيكونوا معانا مشاركين الحقيقه لتنفيذ المشروعات القادمه باذن الله رب العالمين. هو النادي الاهلي بعد الانتخابات في خطه موضوعه على مدى الاربع سنين بدأنا في تفعيل الخطة دي، هنحط المشروعات اللي هيتم تنفيذها كمرحلة أولى درسناها واخترناها بعناية طبقا للبرنامج الانتخابي للكابتن محمود والقائمة في مجلس الإدارة. بدأنا نفعل بقى هذه المشروعات إن احنا نبدأ نعمل بروتوكول تعاون مع جهاز المشروعات القوات المسلحة. طبعا جهاز المشروعات إن في التزام وفي مصداقية في التنفيذ في جودة في التنفيذ. النهارده وقعنا بروتوكول التعاون مع جهاز المشروعات لتنفيذ مشروعات في الثلاث أفرع الجزيرة والشيخ زايد ومدينة نصر، والمفروض إن شاء الله خلال شهر فبراير يعني الشهر الجاي إن شاء الله نبدأ نوقع عقود المشروعات بقى. يعني النهارده كان في زي مذاكرة التفاهم زي كده،
لكن الشهر الجاي هيبدا نوقع بقى العقود للمشروعات، كل مشروع في مكانه بمده تنفيذه البرنامج الزمني بتاعته بالتكلفه بكل حاجه خلال الفتره الجايه ان شاء الله. احنا اتناقشنا في المشروعات تاني وكنا بناكد ان احنا التزام بالمواعيد والتزام بالتخطيطات المحدده من قبلهم. انجاز المشروعات ابدا كل التعاون في انجاز المشروع في الوقت المحدد وبالاسعار المناسبه. كان في تفاهم واضح بين مجلس اداره النادي الاهلي وجهاز المشروعات للفتره القادمه. احتجت مشاريع كثيره ان شاء الله باذن الله، وهم قدوا بصراحه كل يوم مع كابتن محمود بصراحه.